هي رحلة حياتك وأنت المسؤول عنها، فكن أنت القائد ولا تجعل غيرك من يقودها عنك. حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج المحطة. حلقتنا اليوم بها شخصيتين، هذه الشخصيتين لكل واحد منهم باع طويل في عمله وفي حياته، وله ذكريات كثيرة ومحطات كثيرة لازم نضيء على البعض منها. خليني أرحب بضيفي الأول الدكتور جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين. حياك الله ورمضان كريم. الله يحييك، أهلا وسهلا ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. ومبدئيا شكرا لأنه جيتنا، ويعني أنا أعرف المشاغل وكذا فلازم أشكرك يعني. شكرا جزيلا. ضيفي الآخر هو الدكتور علي شلاه، شاعر ويحب أنه يلقب بشاعر أولا، ورئيس مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية. حياك الله دكتور ورمضان كريم عليك. شكرا جزيلا، حياكم الله، تحية لكم وللسيد النقيب ولمشاهديكم أيضا. شكرا. وللأخوة جميعا. ولازم همي أنا أشكرك على الحضور لأنني أعرف يعني الظروف، اعتبرنا جاي من الحلة لازم فأعرف الظروف، وزين أنه رمضان وفطور، ويمكن الطريق أنت جاي منك مباشرة. أي بعد الإفطار طلعنا. بعد الإفطار شون هالحلة؟ لا بخير الحمد لله ان شاء الله. احنا خلينا نبلش باجواء البرنامج. هو البرنامج من اسم المحطه، فضروري انه اسال هذا السؤال بكل حلقه، شو يمثل لك القطار؟ بس انت بدا كان المفروض تقدمين دكتور علي قبل. مو يمين يمين، ما في مشكله. اولا انه اكبر مني، ثانيا انه قامه ثقافيه ومحترمه، يعني اني اعتذر بس لانه باعتبار يمين ابدا لازم انبه القصه. اما بالنسبه للمحطه العالميه حقيقه لي فيها ذكريات ما اعرف سعيده او لا، يعني اتذكر من كنا بالجيش سنه 90 كنا يعني بدايه خدمه المكلفيه. نعم. فكانت عندنا محنة بالتنقل، خصوصا من صار يعني صار الضرب على العراق في ذلك الوقت وتقطعت سبل المواصلات. يعني انا كنت اجي من النجف والجندي فقير من بيت يعني اهلي بالضبط. كنا نجي باللوريات نجي لبغداد ونجي نصعد من هنا، يعني صارت النقلة من الحلة، كنا مركز تدريب مشات الحلة، من الحلة للموصل مدرسة الضباط صف المشاهد. فكنا نصعد قطارات ما شحن، ماكو قطارات. فكان مثلا اتذكر القطار اللي صعدنا بيه كانوا ناقلين بيه حيوانات اجلكم الله، بقر او شيء. فكان الفارغونات مليانة تبن، واحنا كنا نصعد يعني المضحك المبكي هذا بالضبط، ونروح على مود يعني ما تسمى في وقتها خدمة العلم. وحقيقة أنا يعني استمرت بها 4 أشهر بس، وبعدين هذا اعتراف بعدين سرح روحك. هذا اعتراف من سرحت روحك. مدة 3 سنوات أنا كنت يعني هارب. والله زين، ما يعني أغرب شيء مريت بيه، ما ركضوا وراك شيء فد يوم ربطني. أي أنا كانت عندي عقدة اسمها الانضباط العسكري، والدة أو شيء ضموك أو كنت كنت متعقد من هاي القصة. وفعلا كانوا يعني بالشارع يشكلون ثقل مرعب ومخيف. اتذكر مره بسيطره الحله نجف وقفني نائب ضابط بالاستخبارات، بس من دول المسلكيه المضبوطين، شو اقدم له اوراق؟ يقول لي هاي ما تمشي. قلت له وبعدين؟ قال نسيرك للمكتب. قلت له حاضر. فشافني مطمئن، وهذا احنا شوي نجيد التنفيذ. خدمتك هنا انتو. قال لي هاك هاي اوراقك وبعد ما ارد اشوفك. يمكن منها تعلمت التمثيل قبل هذا. هاي لغه الجسد هي همين يعني مهمه. دكتور شنو ذكرياتك ويا القطار؟ اكيد يعني ذكريات. ذكرياتي مع القطار ذكريات شاعر. ان كان في بداياتي عندي قصيده اسمها القطار. تتحدث عن نزول سيدة جميلة من القطار وحسرة القطار على نزولها. حلو. باعتباره مذكر القطار. القصيدة تقول عن إنهاكة اللي تفضل به دكتور، قطارات منهكة تأتي بالكاد تصل، فهو ميتا حين يأتي المحطة، يضرب الطلق أضلاعه فيضع، فإذا خرجت منه أنثى بكى،
الله. واعتراه الذبول وله حبه وله خوفه وله حين تعوي المسافات صوت الذهول. لذلك القطار في كل العالم انطيت صورة لقدم القطار. نعم. وبنفس الوقت صورة انه القطار يحزن من ينزل من عند طبعا. شخص الـ الـ القطارات في كل العالم اكثر حيوية. يعني في كل العالم سنوات المعارضة انا عشت من 91 الى سقوط صدام برا. نعم. القطار هو جزء رئيسي بالحياة، اللي يطلع صباحا شايل كتابه يروح من فعلي. مدينة لمدينة، القطار حياة كاملة. لا احنا للأسف ثقافة الخوف ابعدت عنا هاي الاشياء. لا فلذلك القطار ذبل ذبل ذبلة الفكرة. الان يعني نطمح فعلا الى ان تنشا هذه فكرة القطار القادر على العبور الى اوروبا. والله اكو عود هواية واكو اشياء اكو حركة ان شاء الله. بس اريد اقول شيء ذكر الدكتور يتعلق بعلاقة الجندي بالقطار. لان لا تنسين في ذاكرة الشعر العراقي أول من أبدأ عريان مظفر النواب. نعم. الريل وحمد. هاي العلاقة بين العاشقة والحبيب والقطار. هي تسمع القطار فيرتبط بالحبيب. نعم. فإلها ذكريات مؤسسة بالذاكرة العراقية. لذلك أعتقد عنوان شكله القطار يعطيك حنين يعطيك شجن لا إراديا. هو عنوان المحطة موفق لبرنامج تحدث عن محطات بالمعنيين، بمعنى قطار يصل أو بمعنى عمر يقطع. آه هو احنا هذا اللي نريده. فلذلك يعني احنا اكو سبب لهذا الاختيار. خليني ارجع لك دكتور. يمكن العمل الإداري وحمل مسؤولية نقابة عريقة ونقابة كانت منهكة، يعني لا تزعل من عندي على هذه المفردة، كانت منهكة لأن الوقت اللي مر به العراق كل مفاصل الدولة كانت منهكة. ف يعني صعوبة هذا الأمر والمجهود اللي بذلته حتى توصل ولو جزء بسيط من طموحك في إدارة النقابة. الحمد لله. يعني هو للأسف نقابة الفنانين العراقيين كمؤسسة هي مؤسسة عريقة، يعني عمرها أكثر من 50 سنة. نعم. إن يتأسس سنة 1969. نعم. كل النقابات والاتحادات العراقية بعد 2003 كان هناك قرار لبريمر، قرار سيء الصيت، وقرار رقم 3. نعم. بحل جميع الاتحادات والنقابات. نعم. ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة، لكن العديد من النقابات تصدت لهذا القرار وأجرت انتخاباتها بشكل أكسبها الشرعية. نعم. إلا نقابة الفنانين العراقيين ظلت بدون شرعية إلى عام 2014. نعم. عندما أجريت الانتخابات فيها بإشراف قضائي كامل وتم يعني خروجها من البند رقم 3 أو قرار رقم 3. حقيقة ظلت النقابة وللأسف حتى في ذلك الزمن حتى قبل 2003 يعني النقابة كانت كمقر بيت مستأجر في منطقة المنصور. خبر على ورق. غريبة. أنا من لسه ما عثرت لها على سبب ومسبب، لأن يعني كل النقابات عندها مقرات ملك. نعم. صرف. نعم. بقرارات كانت تصدر من مجلس قادة الثورة وملك جميع النقابات والاتحادات مقرات كبيرة. حتى الفنانين كانوا من يتكلمون عن النقابة لا حول لها ولا قوة. لا أنا أحكي لك بذاك الزمن. إيه بذاك الزمن. إيه. إيه. الآن يعني ورثنا تركة ثقيلة جدا. نعم. مقر ماكو، يعني كانت النقابة في شقة مستأجرة في شارع الرشيد، بعدين. نعم. وزير الثقافة فرياد راوندوزي أعطانا نصف هذا المكان اللي نشغله الآن، ولما استلمت أنا بال 2018 ما لقيت ميز وكرسي أقعد عليها. فعلا يعني كان الوضع بائس جدا. فالحمد لله يعني أنا وأخوتي وزملائي في المجلس المركزي عقدنا العزم على أن نحيي هذه المؤسسة بطريقة تصبح كيانا محترما وبيتا يضم جميع الفنانين العراقيين بكل تخصصاتهم من النينوى حتى البصرة. فالحمد لله وضعنا خطط كاملة للمنظومات العمل الإداري في المركز والفروع ومنظومات العمل المالي
بشكل دقيق وشبه حكومي، وكذلك منظومات إصدار الهوية وتجديد هذه الهوية والانتماء وغير ذلك، ولجان للمتابعة والانضباط، وحتى الضوابط يعني لازم نذكر الضوابط بالضبط يعني. كل هذا خلقناه من الصفر، وبدينا أيضا حملات تدقيقية لأن كانت الهوية مجانية. نعم نعم فعلا، وتمنح لكل من هب ودب. الآن هناك تدقيق عالي المستوى. نعم. وعندنا حملات تدقيقية حتى ما نكشف عنها يعني دائما. فأعتقد أننا وضعنا هذه المؤسسة على الطريق الصحيح اللي من خلاله نستطيع أن نقدم خدمة صحيحة للفنان العراقي، ومو بس نقدم خدمة، أيضا نقيم نشاطات فنية بمختلف التخصصات. يعني هذه السنة قمنا كثير من الأمور. نعم، هذه السنة قمنا المعرض التشكيلي السنوي لأول مرة يقام، أن تقيم تنظم نقابة الفنانين معرضا تشكيليا سنويا. حتى الأمسيات اللي دسوها. نعم، أمسيات مستمرة بها شخصيات بالضبط لها تاريخ. أمسيات مستمرة بشكل أسبوعي في السينما، في المسرح، في التشكيل، في الموسيقى، وكان آخرها أمسية لاستذكار داخل حسن والغناء الريفي، وقبلها كانت أمسية لاستذكار الراحل محسن فرحان. و ايضا مع بدء رمضان عملنا ملتقى سينما شباب رمضان. نعم نعم، وكان له صدى مع منظمه السينما، صدى السينما والمسرح. فحقيقه يعني انتقلت النقابه من حال الخمول الى حال الحركه. نعم. وتوسعت بهذه الحركه، مو فقط ان 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 يعني مو فقط الجوانب المهنيه لخدمه اعضاء هذه النقابه، وانما جوانب ابداعيه وجوانب فاعله، وكذلك انفتاحنا على المحيط العربي والدولي. وهذا يعني يلمس القاصي والداني. الآن نقابة الفنانين العراقيين يشار لها بالبنان في كل الدول العربية، وكلها يعني ترفع القبعة لما وصلت إليه هذه النقابة من رفعة. حتى الضيوف اللي جوا، الضيوف العرب واستقبالهم وكذا، يعني مشكورين على هذا الشيء. بالتالي يبين شيء للعالم أنه العراق في بخير، فنانين بخير، فهذا يعني يحسب لكم دكتور. احنا نرجع لمواضيع كثيرة عن النقابة، لكن خليني انتقل إليك دكتور علي. مسكت عدة مناصب وكنت في عدة أماكن، لكن ممكن نضيء على أهمها، شبكة الإعلام العراقي. في وقت حرج كنت أنت ماسك زمام الأمور فيها، وقت داعش، هذا الوقت اللي العراقيين ينتظرون الكلمة من التلفزيون حتى يحسون بالإطمئنان، يحسون بالأمن. اثنين، كانت اكو عندكم خطوات جادة انه تكون الأخبار مشتركة ما بين القنوات كلها، وفعلتوها هذا الشيء. فتكلم لي عن هذه المرحلة. يعني اولا فترة الحرب على داعش، على سيئاتها الكبيرة لها حسنات. نعم. اولا شعور المواطنة العراقية اقترب من بعضه، عبرت يعني المعركة مع داعش عبرت الناحية الطائفية. أحس ابن الموصل، وأنا كنت أروح يوم الخميس إلى الموصل وأرجع فجر الأحد للدوام، أقضي نهاية الأسبوع في الموصل، وقبلها عندما كنت في القيارة عندما تتطور المعركة، كنت أحس بالمواطن وبالطفل ما عاد يستغرب هذا القادم من النجف ومن البصرة ويرحب بي. حركة الروح الوطنية. أي عبرنا الناحية الطائفية. وأيضا لن أنسى في حياتي عندما كنا نذهب للأماكن ذات الغالبية المسيحية، لأنه داعش كانت تضع مسميات دكتور. نعم. يعرف على الجدران نون بمعنى نصراني، وتحسين بأن هؤلاء حوربوا على العقيدة اللي هي جريمة. نعم. بالقانون الدولي. كنت أحس بأن الجندي ومقاتل الحشيد عندما يقف هناك هو مختلف معهم في كل شيء، لكن كان يبذل دمه حتى يعني يعودون إلى هذه. يحسون بالأمان. أنا دائما أردد كلمات لبعض الإخوان، يقولون عندما تنتهي المعارك الكل يدعي البطولة. في أناس فقدوا أعمارهم حتى يعيش هذا الوطن.
فعلا. هذول أول من لم يذكروا للأسف. فعلا فعلا. في ناس فقدوا أرجلهم حتى الوطن يمشي خطوة للأمام، فقدوا أيديهم حتى الوطن يقدم لأبناء شيء آخر. هؤلاء أنا زاملتهم في الطائرة فجر الأحد كل أسبوع يؤتى بهم إما شهداء أو جرحى بنفس الطائرة عندما نعود، وظلت هذه الصور في بالي يوم إعلان النصر. تعكس عليك كونك في محطة تلفزيونية، فبالتالي كل هذه الأجواء تخليك تخلق عندك فد نوع من الإبداع أكثر بالشاشة. صدقيني بتقول صارت أشياء لا تحكى. مثلا أول أيام المعركة كانت تجي واسطات دكتور أنا ما أريد أروح للجبهة، بس عبرنا أول شهر صارت الواسطات بالعكس فعلا. أنه إحنا نريد نروح فعلا. للجبهة. والله لليوم أكو زملاء زعلانين مني لأن رجعتهم. قلت لهم ما معقولة أنتوا ظالين ثلاثة شهور، لازم أبدلكم. قال لي إحنا نريد نبقى. المواطنة العراقية تجلت في الحرب على داعش فعلا. بأبهى صورها، وسقطت كل الرهانات على أن يقسم هذا العراق فعلا. بي بي بجهود يعني جنود مجهولين حقيقيين. طبعاً كان يعني إحنا في حينها دكتور يعرف راحوا زملاء ودباء وفنانين باستمرار راحوا لهناك طبعاً، وإعلاميين بس لأنه إعلاميين في حينها كانت مهنتنا. نعم بس الإخوان راحوا متطوعين. أي متطوعين هواية فنانين هواية حتى الدعم كان بالأنشودات بدعم لوجستي وغيره. هواية حملات سويتها. صحيح صحيح صحيح. فلذلك أنا أعتقد هذه الفترة عندما يهيئ لها كاتب سيناريو مهم، وهذه يعني الدكتور متحدثين عنه أبي سابقا، صدقيني ستظهر قصص غير معقولة يعني حتى الـ يمكن الإنسان ما يتوقعها ولا يصدق. خصوصا أنها ليست محلية الطابع. لماذا؟ لأنك أنت في منطقة فيها كل العراقيين، فيها كل الديانات، مو فقط الإسلام والمسيحية. لا فيها كل الديانات، وفيها جغرافيا أيضا مختلفة. ولذلك يمكن الدكتور يشاركني هذا الرأي، أنا مع أن تظهر أعمال درامية. أي والله سواء من النقابة، من الشبكة، من الشركات الخاصة، من الأخوة في الإقليم. خلي الأجيال تعرف ماذا حصل والبطولات اللي بعين الفنانين. اسمحي لي إحنا بالإعلام نحكي كلام مباشر. نعم بس هؤلاء بالوقت اللي يوصلون الفكرة هناك ذائقة فعلا. ذائقة فعلا. فنية. ومثل ما قالش الدكتور قبل شوية، الشرطي صدق بأنه بريء لأنه فنان فنان. فأنا أجي أنافسه على مسألة لا ينبغي يعني أن أنافسه عليها. شيء بشيء يذكر السيد الخامني لما استقبل الفنانين بعد فوز إيران بإحدى جوائز الأوسكار، قال لهم للفنانين هو يسلم عليهم، كنا ننتظركم حتى ننزل عن المنابر ونسلمكم إياها. يقصد أنه الرسالة اللي يقدمها الفنان طبعاً هي مشابهة لرسالة لرسالة أي مصلح، لكن الصورة الجمالية، القدرة على الوصول إلى الناس والأجيال الجديدة اللي حضرتك سألت عنها ربما البرنامج جوعنا بها. أنا متأكد الآن الدكتور عنده من الأفكار والأطروحات في النقابة ما يحتاج إلى مؤازرة مادية حقيقية، يحتاج من الدولة أنه تدعم هذا الشيء. بالتالي مو بس من الدولة، النقابة مو وحدها هي تعمل غير أكبر. النقابة تحتاج دعم مادي من الدولة. نعم. ومن رأس المال الوطني. الآن إحنا نتكلم بصراحة، عندنا رأس مال وطني غني، عندنا ما شاء الله مصارف كبيرة. نعم. عندنا شركات يعني اتصالات كبيرة، عندنا تجار كبار، عندنا. هؤلاء يجب أن يدركوا بأن الدراما العراقية التي يدعو لها الدكتور جبار، هذه الدراما هي التي ستروي الحقيقة. فعلا احنا هذا موضوع مهم دكتور ويطول الكلام به. بالتالي احنا نحتاج انه بعض اللي يخافون على وطنهم انه يدعمون هيك شيء. احنا ما ننتظر من فقط من الدولة. فعلا المفروض اللي يحب بلده يساهم. هسه احنا عندنا فعلا مصارف كثيرة وعندنا مستثمرين كثيرين، شكوا بيها اذا يجمعون فد مجموعة. يم الفن خسدون البيبان.
يعني ما اعرف شنو الفكره. دكتور يعني مساله الدراما هي مساله طويله الحديث ولازم نتكلم بها هوايه، لكن ما يحدث اليوم بالدراما، هل انت راض عن حقيقة السنة المستوى يعني أكثر تميزا من العام الماضي، والعام الماضي كان أكثر تميزا من العام القبله. أنا أشوف أن هناك تصاعد في حركة الدراما، تصاعد جيد. مراقب أنت للحدث. نعم بالتأكيد. ولا تنسين أنه يعني 95% من الأعمال هي إجازتها من نقابة الفنان. نعم نعم. وإحنا نقدم لهم الدعم اللوجستي وكل أشكال الدعم من أجل يعني أكو أعمال تظهر هي مو بموافقة أكو النقابة. أكو يعني اثنين ثلاثة يتهربون من دفع الرسوم وغيرها، هاي راح تنعكس عليهم سلما بالتالي. بنشوف أكو تصاعد جيد. نعم. لكننا نجد أن المؤسسة الحكومية المعنية بالإنتاج الدرامي غائبة تماما عن الساحة، وهذا هذه مشكلة كبيرة يجب أن يصحح فيها المسار. نعم. إحنا حقيقة باجتماعنا مع الأخ الأستاذ محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس البرلمان، والأخ الأستاذ حسين عرب، يعني كانت مجموعة فنانين، والمطالبة بتفعيل الدراما عن طريق الشبكة الأم اللي هي شبكة الإعلام العراقي. فطلبوا من النقابة كجهة ممكن أن تكون رقابية أو جهة أكيد محايدة أن تكتب كتاب لدعم الدراما بمبلغ 30 مليار في الموازنة، وسوينا الكتاب وأرسلناه ونتأمل خير طبعا إن شاء الله، لأنه حقيقة الآن كل الإنتاج الفني مرتبط بالجانب الاقتصادي. يعني إذا لم يكن هناك تمويل حقيقي للسينما، للمسرح، للفنون التشكيلية، للفنون الموسيقية، لا يمكن لأحد الآن أن يقدم عملاً مجانياً. والعمل المجاني ما راح يكون تقدمت أعمال مجانية، نعم، ما راح يكون إبداعي ومتميز. إحنا الآن أمام شاشة حساسة جداً فيما يتعلق بالدراما وفيما يتعلق بالسينما أيضاً، لأن هذه بيها باب تنافس. نعم. جمهور ذكي ولماح ما يعبر عليه، إذا ما كان عمل يفرض نفسه ما راح يشوف. والدليل الآن في رمضان هنالك أعمال عراقية فرضت نفسها بالقوة على المشاهد لجودتها. صح. فإحنا المعيار عندنا بالإنتاج هو الجودة، وهذا معيار مهم جدا يجب أن يعني نرتقي بأعمالنا الدرامية. يعني أوكي حتى لو كان بشكل بطيء، لكن نرتقي بها ستيب باي ستيب. لكننا نعتب على غياب المؤسسة الحكومية المعنية، مو بس بقطاع الدراما، في العديد في من القطاعات، في قطاع السينما، في قطاع المسرح. اسمح لي على المقاطعة دكتور، يعني حتى من تكون الجهة المنفذة للعمل هي جهة رسمية وحكومية، بالتالي العمل راح يكون معتد به، راح يكون مو بالضرورة. هناك شركات إنتاج خاصة تبدع في تقديم أعمالها حقيقة، لأنها تخشى على اسمها ما تبين أبداً. والآن الدليل أنه أغلب القنوات الفضائية هي الفاعلة في الإنتاج عن طريق شركات منفذة، شركات إنتاج فنية منفذة. إحنا ما عندنا شركات منتجة مثل مصر ومثل دول الخليج ومثل سوريا على الإطلاق، ما عندنا ولا شركة واحدة منتجة، أو أنا مسؤول عن كلامي. إحنا عندنا القنوات الفضائية هي صاحبة رأس المال، وهذا طبعا بالنتيجة يؤدي إلى الضغط على صاحب الشركة عند التعاقد معه لفرض أسماء معينة. صح. يعني لو كان الأمر منوط بشركات الإنتاج، لا، شركات الإنتاج في متناول اليد بإمكاننا أن نشغل جميع الفنانين. لكن القناة الفضائية تقول لك أنا أريد فلان، أريد فلان، أريد فلان، عندي إعلانات. صح. وهذا حقه أيضا. هل ممكن يعني نقابة الفنانين عندها يعني من ضمن الخطط أنه تكون عندها شركة للإنتاج هي خاصة بنقابة الفنانين؟ هذا مو شغلنا. ليش؟ لأنه شوفي أنا أتحرج في الكثير من الأحيان، نقابة الفنانين هي خيمة للجميع، يعني تلم شمل جميع الفنانين في العراق بأكمله. ونقابة الفنانين ليست جهة قطاعية منتجة، إنما تتدخل وتتداخل في العمليات الإنتاجية الفنية، لأن أحيانا هناك غياب للمؤسسة الحكومية اللي المفروض تكون فاعلة بهذه الاتجاهات. فعلا دكتور، فنحاول أن نعوض النقص. يعني لازم أكمل الحديث وياكم، لكن خلينا نرتاح شوي، نأخذ
فاصل وبعدها ارجع لك دكتور. مشاهدينا خلينا نروح وياكم الى فاصل ونواصل. مشاهدينا رجعنا وياكم بعد الفاصل ومتواصلين ببرنامج المحطة مع ضيوف الأكارم. اليوم مستمتعة بالحديث لأنه يعني بحديث ثقافي وفني ويجمع الكثير من المعلومات الحلوة. خليني أرجع وياك دكتور علي. مهرجانات كبيرة ويعني احنا دائما نقول مهرجان بابل هذا إلى نكهة خاصة، وحتى العراقيين عندهم ذكريات بهذا المهرجان. كونك ابن الحلة تحديدا، شنو يمثل لك هذا المهرجان، وكيف عملت على انه ترجع هذا المهرجان؟ الحقيقة هو هناك لبس. حضرتك اذا تذكرين بال 2009 حاولت الحكومة المحلية وزارة الثقافة ترجع المهرجان الاول. وعندما وصل الضيوف صارت مظاهرات كبيرة في الحلة ضد المهرجان. وتنصلت وزارة الثقافة والحكومة المحلية عن الضيوف، بقوا بالفندق. وزارة الثقافة تقول محافظة بابل جابتهم، ومحافظة تقول وزارة احنا ما لنا علاقة. كانوا ضيوف فرق من الدنمارك وكذا. فبعدين حلت المسألة بفعالية بالمسرح الوطني ورجعوهم. وأنا كان عندي حلم، لأن أنا سويت في سويسرا مهرجان المتنبي العالمي. ومهرجان المتنبي العالمي من 2000 إلى 2013 سوى 13 دورة بلاي. كانت يعني من أحلامي أنه نرجع وهاي الخبرة اللي تعلمناها هذول الأصدقاء عبر العالم نجيبهم للعراق. بلاي. ف 2011 بعد ما انتهت هاي الإشكالية 2009. إحنا مسجلين مؤسسة دار بابل للثقافات. قدمنا طلب للرئيس المالكي في حينها بأن احنا نريد نأسس مهرجان جديد اسمه بابل للثقافات والفنون العالمية، باعتبار أن المهرجان الأول تنطبق عليه بعض السمات التي تجعل منه غير قابل للاستمرار، من الشعار من نبوخذنصر إلى صدام. يعني هو مو شبيه بالقديم. لا، وذاك كان مهرجان موسيقي فني فقط، مهرجان شامل. يعني فأسسناه مرة ثانية بهذا الاسم بابل الثقافات، وبفكرة أن بابل هي المدينة الأم. فشعارها كان كلنا بابليون، بمعنى أن الإنسانية كلها بابلية. يعني لأن لاحظت بعض المثقفين من المحافظات يقول ليش هذا الانحياز للحلة؟ لا، هذا مو للحلة، مو للحلة، وإنما لبابل، بابل المدينة الأولى في العالم. نعم. وفي السنوات الأولى كانت العملية صعبة فعلا في القاعدة أمنياً وكان يعني أنا أتذكر جيداً في الدورة الثانية جاء لواء سالم وتوت، كان مسؤول الأمن رحمه الله. قال لي دكتور علي شيلوا الضيوف دخلوهم بقاعة مغلقة. ليش؟ قال مسكنا واحد دي يستطلع، فلازم الآن كل ذول الضيوف، كانوا عندنا ضيوف ألمان كثر في عينه، 9 كان عندنا ألمان. قال لي الآن تصير كارثة كبرى بلاد. بعدها في الدورة السادسة ضربوا سيطرة الآثار قبل المهرجان بيومين. واضطرينا نأجل لما بعد 40. واستشهد عدد من الشرطة في السيطرة. لكن يعني صعاب كثيرة فعلا. احنا نراهن على ان العراق بلد ثقافي بامتياز. لا يمكن لداعش او غير داعش ان تقتل الثقافة في العراق. العراق بلد الحياة يعني. فلذلك يعني نجحنا بمهرجان رصين، بعيد عن الابتذال، بعيد عن أن يورط الأجيال الجديدة والذائقة العراقية بأشياء مبتذلة. وأيضا أنا سعيد أنه الآن إحنا في الدورة العاشرة الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله. هو أريد أسألك إيش وقت يعني شنو الإجراءات، شنو تقدر تطينا فشي يعني. يعني إحنا لحد الآن عندنا، أريد أقول شيء جميل يمكن. دكتور حضرتك تعرف إحنا قبل نقنع الضيوف. هسه الضيوف هم يريدوا. احنا نقنع ولذلك نسوي قائمة أولية ندز 100 ضيف يوافقون 40. اكيد 40 60 ما يوافقون. سنة تورطنا دزينا 80 وافقوا 62. العدد اللي وافق أكثر، هناك ثقة
باستقرار العراق ب... أكيد أكيد بحكومته. وأيضا لما نحن هم نشكر هذا الشيء لأن فنانين هم ساهموا بهذا الشيء. وخليجي 25 أيضا أيضا ساهم ساهم في إعطاء صورة بأن البلد مستقر وأنه هذا أقصى الجنوب هذه البصرة شوفوا الحياة بها. ولذلك أنا عندي تصور وأنا مرة قلت لأحد رؤساء الوزراء السابقين كنا والدكتور كان أيضا مساهم في إقناعه لصرف مبلغ للدراما كان 4 مليار قلت له ما زلت أتذكر العبارة قلت له الآن لو يجي صحفي من وكالة أنباء عالمية محترم يريد يسأل عن الوضع الأمني بالعراق شنو مجساته؟ قال لي شنو مجسات سيد علي؟ قلت له أول شيء يسأل العروض المسرحية بأي ساعة. صحيح. مسألة ثانية يسأل سميت له بالأسماء. قلت له يسأل شذا سالم وهند كامل وآسيا كمال قبل ما يسأل أي وزير عندك. فعلاً. يسألهم شلون البلد. يعني الفنان هو اللي يوصل. هو صورة البلد. هو صورة واني ركزت على الفنانات حتى أقول إنه إحنا يعني عندنا شيء ما جسد الفن العراقي. لا زين احنا الرجال عندنا يعطون حق الامرأة بالحديث. لا احنا عندنا قامات كبيرة رجال ونساء. ثاني دا اضرب الدكتور مسمار على مود الحديث عن النساء. يعني في بعض الاحيان يقولون الرجال ما ينصفون النساء بس اليوم انا عندي شخصيتين ناصفة للنساء. لا هو الدكتور طبعا بدأ بذلك بالاستراحة متفضلا. احنا لا يمكن ان تقولي ان هناك مجتمع هو رجال فقط. نعم. هناك افكار ذكورية وافكار ربما انوثية لكن لا يمكن لمجتمع ان ينهض بكفة واحدة. ولان الدكتور هو طلب الحديث انا اسمع منه. لازم نسمع. لا فعلا المرأة يعني أنا أقول المرأة مو نصف المجتمع، المرأة أكثر من نصف، ثلثي المجتمع. حقيقة يعني المرأة هي الزوجة وهي الأم وهي الحبيبة وهي الأخت وهي البيبية وهي كل شيء في حياتنا في حياتنا المجتمعية أو في حياتنا العملية والإدارية والإنسانية. أنا الآن في مجلس النقابة عندي 3 أعضاء في المجلس نساء. وافتخر بهم طبعا. لا. عندي رئيسة لشعبة الفنون التشكيلية عندي عضوات في الشعب الفنية. حقيقة نفتخر بوجود المرأة في حياتنا العملية والإدارية وفي حياتنا الاجتماعية. يعني ما أنا على المستوى الشخصي لا أستطيع أن أزاول مهنتي بوقتي المفتوح 24 ساعة لولا أن توجد لدي امرأة ماسكة بيتي وماسكة أولادي وداعمة عملي وشغلي وكل إحنا يعني أغلب العاملين بالمسؤوليات وبالكذا تجد أن لازم نوجه لها تحية خاصة بأيام رمضان تحية وتقدير للزوجة والحبيبة اللي هي شايلة الحمل بصراحة وشايلة نقول الجمل بما حمل. يعني لولا تحمل نسائنا للمسؤولية إحنا ما نقدر نواصل عملنا على أقل تقدير في قيادة المؤسسات اللي إحنا نقودها. لذلك المرأة وجودها في المجتمع ضرورة فوق القصوى لأنه بدون المرأة أنا لا أستطيع شخصيا لا أستطيع مواصلة حياتي بشكل مستقيم وبشكل صحيح سوي. نعم. لذلك تحية وتقدير للمرأة العراقية المرأة التي صبرت وكافحت وجاهدت ولا زالت بكل الأجيال. يعني أنا أتذكر من أمي الله يرحمها وقبلها ببيتي والدة أبويا وبعدها خواتي وزوجتي كلهن على طريق كفاح بظروف صعبة اللي مر علينا ليس فقط الرجال كان يعانون من عنده فعلا زين النساء يعني كانت مساندة وحوار جميل جدا اعتقد ليوسف الصائغ او حميد قاسم في وحده من المسرحيات تقول له ان الحروب لا تدور في ساحات المعارك انما فعلا. تدور هنا في قلوب الامهات. صحيح فعلا يعني صحيح. هذه كارثه كبيره يعني انا اذا تحبي بس عندي هو انا اريد اسمع رايك. الدكتور تحدث عن نسبه المراه ودور المراه. نعم اولا احنا فعليا في العراق
المرأة صارت عندنا ثلثي المجتمع. ليش؟ لأنه عندما تسلط صدام في السلطة كانت نسبة النساء إلى الرجال 49 إلى 51، عندما سقط صدام كانت نسبة النساء 63.5%. لما تسوين نسب وتناسب وتعرفين أن المرأة كانت تدير رحل المجتمع بثلثي، بلا وهذا يعني أيضا أننا فقدنا من الرجال كما كبيرا وعوضتهم سيدات عظيمات أيضا. كم أم وكم امرأة كم هي كانت القائد في البيت، ما عندها رجل بالمعركة أو شيء، وهي اللي والجيل الجديد كله أنشأناه سيدات عظيمات، وخصوصا سنوات الحصار. سنوات الحصار كان جوع المرأة العراقية المدبرة اللي كانت تعيش، التي كانت تصنع كل شيء من لا شيء. طبعا أسرة تعيش يوم كامل ببيضة وخبز مقلى، وأكو فرح على وجهها من يجيها ابنها وكذا، ما تبين التعب وال صحيح. هذه يعني احنا يعني اشكر هذا الكلام من عندكم، لان بالتالي المرأة في بعض الأحيان أو دائما تحب احنا مناصرين تحب الرجل اللي يمدحها. لكن أريد شوي أشاكسك دكتور، أنت بالطبيعة رجل صاحب نكتة وطيب وكذا، لا هاي لازم نحكي، صاحب نكتة وضحكتك حلوة، ليش أدوار الشر وليش تجيد أدوار الشر؟ أنا أريد أعرف ليش، يعني ليش دائماً الطيب يجيد أدوار الشر؟ أنا بالنسبة لي النقيض. التمثيل هواية يعني، بس هاي هواية وهيجي درست التمثيل أكاديمياً أنا معي دبلوم ومعي بكالوريوس ومعي ماجستير ومعي دكتوراه، ودرست التمثيل بشكل مفصل معهد الفنون الجميلة وكلية الفنون، لكن يعني تخصصي راح باتجاه آخر، راح باتجاه أن أكون أكاديمي. مصمماً للسينوغرافيا ومخرجاً مسرحياً، وهذا العمل عشقة يعني، والدليل أنه أخذت بيه ماجستير وأخذت بيه دكتورة وطبعت كتب وروحي متعلقة بهذا الشغل. لكن من جتني فرصة للتمثيل سنة 2000 بالضبط على يد المخرج والفنان الكبير جلال كامل، نعم تحياتنا إلى هو المفروض كان المفروض أنه يكون ضيف، قدم لي عرض مغري أن يعطيني شخصية رئيسية في مسلسل رجل فوق الشبهات، كان معاي الفنان القدير عبهجة الجبوري والفنان الرائع رحمة الله على روحه عبد الخالق المختار، نعم، وأيضا هو نفسه جلال كامل كان أحد الأبطال، فكنا إحنا أصحابه، فأنا هذا الدور استهواني لدرجة أني كنت أحفظ المسلسل عن ظهر قلب 30 حلقة، حتى كتبته بخط إيدي، كان دفاتر كان حتى مني يعني عذراً دكتور كرهناك كان يصير عنده مشكلة، هذا النجاح رجعوا لي لأن أنا كنت كلش دقيق، حتى ملابسي وشكلي وكذا حتى طريقة الكلام بالضبط. فالحمد لله نجحت بالتجربة الأولى، وبعدين صارت عندي أدوار كثيرة أغلبها شرير، أغلبها أدوار شريرة هي بعيدة عن طبيعة تماماً، لكن قبل سنتين طلعت بدور كيوت كلش حباب لطيف في مسلسل بنات صالح، ورغم هو الدور يعتبر مو رئيسي لكن هو محوري بالضبط. هو دور أثر بالناس، نعم بي بي دور بسيط لكن أثر بالناس، سياق الحلقات يعني الناس أحياناً تحب الشخصية الإيجابية اللي تنثر الفرح حينما تسير فعلاً. ولا تنسين أكو يعني شيء مهم جدا بالنسبة للدراما، الدور السلبي أو الدور الشرير عادة ما يكون ملفت للانتباه أكثر من غيره من الأدوار، يعني لا يمكن أن ننسى توفيق الدقن أو عادل أدهم أو عبد علي اللامي أو عبد الجبار كاظمة، هذول اللي كانوا يطلعون بأدوار شر يعني حتى عيونهم تحت دائما بالضبط دائما يتركون بصمة، لأنه ذاكرة المشاهد لا تنسى دور الشر ابدا، ربما تسامح لكن لا تنسى دور الشر. احنا نريد يذكرك بكل اعمالك ان كان شر او ان كان في النقابه، وان شاء الله تكون دائما بمكان اللي يليق بحضرتك دكتور. دكتور تكلمنا عن المهرجانات وتكلمنا، ما نسمع شويه شعر قبل الشعر؟
احنا بالاستراحه انا وحضرتك ليش يعني ليش والدكتور تحدثنا عن مجانيه المهرجانات ومجانيه التكريمات. لا هاي انا اسالك عليها بس اريد اسمع شعر. اوكي اذا مخيلتك شيء. يعني غادرت العراق بال 91 وكتبت قصيده في المغادره في طريق المغادره. كتبت في الذكرى الثانيه للمغادره. نعم. كتبت قصيده اسمها التعويذه. التعويذة صدرت ب 11 لغه. قبل عامين لما احترفت الرحيل تركت على دفتر اخضر صورتي ثم امسكت فيها ملامح وجهي وكنت الوحيد الذي يتمنى اعادته في ثنايا الحدود وابقيت حالي على حاله لم تغير به غربتي من مذاقي وادمنت توقيت بغداد في ساعتي الله. ثم اوثقته بوثاقي ورحت اصرف كل الزمان بوقت عراقي وطن لا ينام به النخل إذ تنتشي بالنعاس العيون وطن ليس يدري سوانا هواه إذا غلف العشق صوت الجنون وطن لا نبوح بأوجاعه لكننا نشتهيه ونمشي على صوته إذ ينادي ولا نسأل الأذن من يطلبون وطن كلنا والجنان منافي ونشتاقه حتى أننا نحب اللصوص به والسكارى وحر الزنازين في صيفه والبغايا ومن أيدوا ثم من عارضوا والمخبرين ومن أخبروا والسجون وطن لا يقسم مثل الخرائط لكنه نحن كل عراقي عراق فكم وطنا يقسمون وطن نحن سيماؤه وله طبع أكراده عاشقا حلم سنته غاضبا حزن شيعته عندما يحزنون وطن نحن. الله الله أنا لازم هاي هنا لازم تصفيق. هذه ما كنت راسم لها القصيدة لكن الظروف خلتك تكتب. شوفي هذه يوم إعلان خطوط الطول في العراق انه العراق وصارت مخاوف خطوط الطول والعرض انه العراق سيقسم لا نعم. ثلاثة كانتونات كذا فكانت الفكرة انه العراقي هو العراق فاذا شلون يقسمون العراقي هذه الفكرة كانت مستحيلة ومن الطرائف انا كنت مقيم في الاردن في حينها نعم فبعثت الجريدة الرأي نعم فأخذوها بالصفحة الأولى في الجريدة لأنه جت مع الحدث ونشرت أنا كنت ممنوع في العراق نشرت في صحف عراقية في حينها بس شالوا أنه بعض الـ 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 أنه إحنا نحب كذا أساس العراق كان يعني ما بي زنازين ما بي ولا زنازين ولا شالوها لهذه زين دكتور هذا السؤال يعني امتعتنا بالشعر بس ما اريد اضغط عليك اكثر لان انا يعني اعرف انه ما مهيئ نفسك للشعر مو هي المشكله انت لما تساليني واني ما مستعد اي فلازم بس القصائد المؤلم اي هذا السؤال مشترك يعني لكم اساتذتي انه المهرجانات اللي من هب ودب اصبح يعمل مهرجان وباسم الفنان الفلاني والمهرجان الفلاني مهرجان يعني أسماء ما أنزل الله بها من سلطان وضيوف في بعض الأحيان ثقال يعني يعتد بهم والجوائز تؤتى من المتنبي وإن كتب الاسم حتى الجائزة فلازم أسألكم بي والاثنين لازم تطول أنا ليش أحب دكتور جبار؟ ليش؟ غير هو ينحب؟ لا لأنه ما يخاف دكتور جبار ما يسمح بالمجاملة وهاي ناس كانوا شنو لجنة انضباط احنا في العراق يحتاج من سنوات القمع الدكتاتوري اللي بيها دائرة الرقابة تراقب اي حرف الى اللا رقابة فعلا وهذه المشكلة خلقت
يعني الآن صارت تصدر عندنا كتب غير سليمة نحوياً. أي. حتى هذه ما يسددوها. غير المجاملات، ثم الآن صار كل واحد عنده 500 دولار يطبع كتاب. هاي مشكلة أخرى. لا أي راح واحد ليومين عذراً، راح ليومين للمتنبي صار مثقف. الآن الدكتور بهذا التليفون هذا اللي قال لك قبل شوية تطلع أي سيدة صارت مستعرض فنانة، صارت فنانة تتصور أو إعلامية. أي فعلا. فإذا ماكو جهة تقف لترصين الثقافة، ترصين الفن، سنمضي إلى داهية أخرى. فعلا. ولذلك أنا لما يستوقفني أحد بالمتنبي يريد يكرمني أو يقرمني بين قوسين أقول له أعذرني أنت دتهيني. مو صحيح هذا التكريم، يجي مو صحيح. أولا من هو المكرم؟ كانوا زملاء في سنوات سابقة يأجرون المسرح الوطني لفعاليات، وأنا كنت معترض، وكنت في حين رئيس لجنة الثقافة في البرلمان، واتصلت بوزير الثقافة في حينها، قلت له يا أخي وفروا شيء لسينما والمسرح، أعتقد في حين الدكتور كان مدير المسرح، قلت له لا يجوز، لأنه لما شركة تأجر المسرح الوطني وتكرم شخص لا يستحق، المشكلة أن الترصين يأتي من اسم المكان، أنه هذا كرم بالمسرح الوطني فعلاً. فلا أحد يدرك أنه المسرح أجر بمليون ونص، أجر لشركة معينة، ولأنه الدولة قصرت في حينها بحق الثقافة فعلاً. فجعلت دارة سينما والمسرح تمويل ذاتي، ورواتب كبار الفنانين العراقيين تأتي بهذه الطريقة. من هنا أنا ما أريد أخذ دور صديقي الدكتور المخرج طاني باص، فعلى مود أخذ من عندكم نعم. فلذلك يعني لابد من أن نوفر ما يكفي من الدعم المادي للمؤسسات الثقافية حتى في البلد، ما تنتشر هذه المهرجانات. وأيضا لابد للدولة، الآن المحتوى الهابط هو المحتوى الهابط بس كلام، محتوى الهابط أن تأتي فعاليات مزورة تسيء للثقافة العراقية وتسيء للفن وتسيء للأدب ولكثير من الأمور. عذرا دكتور بس لازم أخذ رأي دكتور جبار، رأيك بالموضوع؟ أنا رأيي معروف وواضح ومعلن. يعني أنا ضد أي تكريمات مجانية وضد المهرجانات الطقطوقية أنا أسميها، لأن حقيقة بعض القائمين عليها لا هم إعلاميين ولا هم فنانين، هم عيال على الثقافة والفنون وليسوا هناك. لكن المشكلة أن يحضر لك فنان كبير في مهرجان تعبان أو ما يسمى مهرجان، وليس بمهرجان، وإنما أنا أعتبرها مناسبة للانتشار والطشة والاسترزاق حقيقة. وهذا يعني إحنا كنقابة بوجهة نظرنا أن نحتوي البعض من الشباب اللي نراهم جادين يريدون يسوون فعل، بس هم ما عندهم أدوات معينة، فممكن نوعيهم، ممكن نضعهم على طريق صحيح. يعني إذن بابكم مفتوح للشباب اللي يريد استشارة، أفضل ما نترك الحبل على الغارب يعني بهذه الطريقة. وأنا طبعا دائما أنا بنفسي عن هاي قصة التكريمات المجانية، لأن أنا دائما أقول أنا رجال أحترم نفسي، أنا تعبت حتى جبت الدكتورة مالتي، تعبت بتخصصي. فهذه القصة يعني، وبصراحة خليني أقول إحنا الديمقراطية شربناها جرعة واحدة. أي فعلاً. هذه الجرعة أثر. مثل ما إلها يعني من تأخذها بأوقاتها الصحيحة جرعة صح. الدواء صح. يكون مفعولها صح، بس من تأخذها جرعة كاملة يكون إلها مساوئ كثيرة. نعم. إحنا عندنا منظمات المجتمع المدني كارثة كبيرة صح. حلت على رؤوسنا يعني، ومو كلها طبعا كل مع الاحترام للناس الجادين والمحترمين، لكن ان تجمع لك 5-6 وراح تسجلت منظمه بداره منظمات مجتمع مدني، وبالسنه تسوي لك 3-4 تكريمات مجانيه، هذا الدرع ب 5000 والشهاده بل يعني والله صارت بلا ملح وصارت معيبه. والله ما اعرف يراد لنا نسوي لنا فد 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 اتفاق فد ضوابط لهاي القصه عن طريق البرلمان، عن ما أعرف يعني والله. إحنا نأمل هسا كلامك وكلام الدكتور يصل إلى يعني أصحاب القرار اللي ممكن يستشاركم في لجنة، في مثلا يضعون لجنة انضباط مثل ما نقول للمهرجانات، وعلى أساسها
يتم الاستشاره، استشاره الناس المختصه قبل ان يكون اي مهرجان. الدكتور تفضل وقال لك المشكله مو هنا، المشكله انه منظمات المجتمع المدني مرخصه وهذا الترخيص يتيح لها ممارسه نشاطاتها. المشكله في ترصين هذه النشاطات. احنا لا نريد ان نعود الى ازمنه القهر والدكتاتوريه وانه الحكومه يقول شيء وصدام لازم ينذكر باي مهرجان. لا لكن بنفس الوقت ما نريد هذا الاستسهال اللي يصير وانا اريد اقول شيء الدكتور خلي يسمعني. انا كنت في القاهره في معرض الكتاب مدعو وكنا نريد ندعي الفنان علي الحجار لغناء قصائد صوفيه في بغداد. كان عندنا فكره انه ينشد في الكاظمية وفي الإمام أبي حنيفة وفي الأعظمية. رفض رفض قاطع، قال أنا رحت لبغداد تبهدلت. فوجئت أنا، كان هو مدعو واحدة من المنظمات داعية. نعم ونسوه بالفندق يعني عاب على العراق كله. طبعاً هذا الحديث يطول بس إحنا سبحان الله صار الحديث بختام البرنامج. أنا جداً شاكرة لوجودكم وسعيدة جداً بوجودكم اليوم. طلعنا بعض الإضاءات على محطات يعني بسيطة في حياتكم. شكراً جزيلاً ومرة أخرى رمضان كريم عليكم، وإن شاء الله نلتقيكم بأمور أخرى وبالتوفيق في عملكم إن شاء الله. مشاهدينا دائماً نقول محطاتنا لم تنتهي، فانتظرونا إن شاء الله يوم غد بمحطة أخرى مع ضيوف آخرين. إلى اللقاء.